نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وبينما ورد في الحديث أنه يسمعها مسترق السمع، وبينما ورد في الحديث يسمعها مسترق السمع فربما أدركه الشهاب قبل أن ما يتعارض هذا مع لا يعلم الغيب إلا الله؟ هذه مسروقة، كلمة مسروقة، سامعها هو، ما عرفها بدون هذه عرفها بالسماع الذي سمعه، ما علمها بدون سماع حتى يقال أنه يعلم الغيب. هذا يسمع شيء محسوس، يسمعه مثل ما تسمع صوت فلان وفلان. نعم.